والله يا اخواني ما صرحنا في العويدة ولا صرحنا في المفقعات والعياذ بالله. والله الذي يفرح بغير لا اله الا الله لا ينطق الشهادة عند الموت، لا يتوفق للا اله الا الله عند الموت، لان هذه من الانداد ومن الناس من يتخذوا من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. يا ويلك يا اللي بتكيف على العويدة اكثر من صلاة الفجر، على العويدة اكثر من قيام الليل، على العويدة اكثر من القرآن، على العويدة اكثر من الذكر، اكثر من الدعوة، اكثر من التوجه. كم من الناس يا اخواني بناموا على الموسيقى، هذول والله كان عليه الصلاة والسلام قردة وخنازير والعياذ بالله، قردة وخنازير بصبحوه بصبحوه القردة وخنازير. يا ويل يا اخواني اللي بحب اللي بيقدم اشي عن القرآن، اللي بيقدم اشي عن الذكر، والله لو دخلت محبة الله في قلوبنا والله ما قدرنا نجيب عويدة ولا قدرنا نغفل عن ذكر الله ساعة. كم من الناس بيناموا على المعاصي يا جماعة، كم من الناس بيناموا، والله الناس بتبقى نايمة وتقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. فكرك اللي قالوا عنه حسبي الله ونعم الوكيل بيعرف يصلي هذا؟ بيعرف يقرأ قرآن هذا؟ قلبه طاهر هذا؟ قلبه في لا إله إلا الله هذا؟ بينه وبينه الله. يا ويل يا أخواني اللي بيفرح لغير الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خيرا مما يجمعون. يا ويل يا أخواني اللي بيفرح على المعصية، يا ويل اللي بيفرح على كثرة المال، يا ويل اللي بيفرح على الأشياء المال اللي بتغضب رب العالمين وبينام عليها وبينام عليها والعياذ بالله. أول شيء يا أخواني نصلح قلوبنا، قبل الصلاة نصلح قلوبنا، قبل الحج نصلح قلوبنا، قبل القرآن نصلح قلوبنا، حتى قلوبنا تحب القرآن، حتى قلوبنا تدخل لا إله إلا الله فيها. والله يا أخواني كثير من الناس صلوا وحجوا واعتمروا وقرأوا القرآن، والله عند الموت سبوا الدين والرب. والله عند الموت قالوا تعطوش الولاية، والله عند الموت تكلموا كلام. والله الأيام هذه اطلع على المستشفى وشوفوا المرضى يا جماعة، شوفوا المرضى يا جماعة، شوفوا الناس كيف بتموت. اسأل تبع الإنعاش قل له الأمانة، قل له الأمانة كم واحد بيقول لا إله إلا الله عند الموت؟ قل له بصلي ومسلم وبصوم وبحج وعند الموت يسب الدين. علم الموت يقول له ياكل كذا ياكل كذا وياكل كذا، لأن القلب نس، لأن القلب فيه محبة لغير الله، لعظمة لغير الله، لأنه كان ينام على المعاصي، كان ما يقوم على صلاة الفجر. معقولة واحد ينام على العويدة ويقوم على صلاة الفجر؟ قيام المؤمن شرف المؤمن قيام الليل. إذا الله بده يشرفك بالليل بخليك تنام على المعصية، بخليك تنام على على فكر اليهود والنصارى. أكثر الناس بيناموا على فكر اليهود والنصارى يا جماعة. نتوب إلى الله، نرجع إلى الله، نعطي الناس حقهم يا جماعة، نعطي الناس حقهم. والله لا تفقه القرآن، والله لا تخشع في صلاتك، والله لا تأتي لا إله الله في قلبك إلا إذا اجتهدت على جهد لا إله إلا الله، جهد الإيمان. الناس بيفكروا يا جماعة الدين صلاة، هيا أنا صليت خلاص خلصوه خلصوه. الناس بيفكروا الدين صلاة يا جماعة، والدين حج والدين عمرة. والله هذا من الدين ما هو الدين، والله من الدين ما هو الدين يا جماعة. الدين تأتي لا إله إلا الله في قلبك، حتى تلك تشوف المعصية، تشوف عويدة، تشوف موسيقى، تشوف مصايب، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مش تروح مصلي خمس وقت وحج وتروح تقعد في العويدة، تروح تقعد في غضب الله. نسأل الله العفو والعافية. المجال يا أخواني بسحب الله يغفر لنا، بارك الله فيكم، تاب الله علينا وعليكم، شرح الله صدورنا وصدوركم، نور الله قلوبنا وقلوبكم. اللهم لا تجعل فينا تارك صلاة، اللهم لا تجعل فينا مدمن على العويدة، اللهم لا تجعل فينا مدمن على الفيس، اللهم لا تجعل فينا مدمن على المعاصي. اللهم اجعلنا مدمنين على صلاة الفجر، مدمنين على قيام الليل، مدمنين على على التوبة، مدمنين على الاستغفار، مدمنين على الدعوة، مدمنين على تحصيل لا إله إلا الله في القلب. بارك الله فيكم، جزاكم عظم الله أجركم، غفر لميتتكم، أحسن عزاءكم، أبدلكم خيرا من مصيبتكم، ولله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار.
اللهم توب علينا وعلى أمة محمد. اللهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم توب على أهل المعاصي. طبعا تشييع جثمان الحاج إمشادي في الروح بهذه الأثناء، وكلمة سريعة للحاج عبد الجبار، نسأل الله الرحمة والمغفرة والعفو والعافية. وهكذا في كل يوم نودع أحبة، وهكذا في كل يوم نصلي جنائز، فلنعلم جميعا أن ملك الموت قد تخطانا لغيرنا، وغدا سيتخطى غيرنا إلينا. فلنعد الزاد ونجهز أنفسنا، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله الرحمة والمغفرة لأم شادي فالروح، ونسأل الله أن يرحمها ويغفر لها، وأن يثبتها عند السؤال، وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وأن يرفع درجاتها بحق أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. أستودعكم الله الذي لا إله غيره ولا معبود سواه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.